ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا شفت احمد وقاس ورودي وميماس مندمجين كده في اللاب، فقلت ما اروح اشوف كل واحد طموحاته ايه واشوفهم يعني هم عايزين يطلعوا ايه في المستقبل كده، واشوف تفكيرهم عامل ازاي. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. رحت المدرسه النهارده؟ اه. طيب عملتوا واجباتكم؟ اه. ماشي، انا دلوقتي عايزه اسال كل واحد فيكم شويه اسئله كده. ماشي، يلا نبدا باحمد. ماشي. ماشي، ازيك يا احمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس. رحت مدرستك النهارده؟ اه. اخدت فيها ايه؟ علوم وانجليزي. برافو عليك يا احمد. وعملتي واجبه؟ اه. طب انا دلوقتي عايزه اسالك السؤال اللي عندي بقى. ماشي. انت عايز تطلعي لما تكبر ضابط؟ ضابط جيش ولا شرطة؟ شرطة. شرطة؟ ليه طيب؟ عشان ادافع على وطني واحمي جيش وطني. ماشي، برافو عليك يا احمد. دلوقتي هنيجي للاستاذ ياسر بيه اللي مغلبنا. ازيك يا ياسر؟ الحمد لله. عامل ايه يا ياسر؟ كويس. رحت حضرتك النهارده؟ اه. طب عملتي واجبك؟ اه. اخدت النهارده الدرس بتاع الناس اللي بتجيلك؟ اه. عملت برضو واجبك؟ اه. انا هسألك السؤال اهو، انت عايز تطلعي يا احمد يا ياسر؟ لعيب كورة. طب ليه؟ عشان بحب محمد صلاح وكريستيانو ورياض ميسي. ماشي، طيب انت عارف انت عارف انديه في الدوري الاوروبي؟ اه. ايه هما؟ ليفربول وباريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبايرن. خلاص خلاص خلاص. و كفايه يا ابني. طب انت عارف مين فيهم؟ مين؟ طب انت عارف مين اللعيبه اللي في ليفربول يا اوسه؟ محمد صلاح وليفربول وساديو ماني وتياجو جوتا. ماشي، طب عارف مين في مانشستر يونايتد؟ كريستيانو رونالدو وراشفورد. ماشي، طيب عارف مين في بايرن ميونخ؟ ليفاندوسكي وصاني ونوير. ماشي ماشي كفايه. طب انت بتشجع مين في الدوري المصري؟ الاهلي. الاهلي. طب عارف مين في الاهلي يا اوسه؟ علي معلول والشناوي ومحمد شريف وعلي لطفي خلاص خلاص خلاص. وايمن اشرف. وسقفوا له. برافو. رجع الاستاذه رودي الاموره. يلا يا رودي، انت عايزه تطلعي لما تكبري يا رودي؟ مدرسه. ليه؟ عشان اطلع العيال واديهم واجب، وانا بحب اللبس بتاعتي ونفسي اطلع زيها. ماشي يا رودي. انت عارفه حاجه في الكوره؟ لا. ماشي يا رودي. برافو عليك، برافو عليك. سأقولها يا يلا نيجي للاستاذه رماس. احنا عارفينك طبعا، انت عامله واجباتك على طول يعني، بسم الله ما شاء الله. انت عايزه تطلعي يا رموسه لما تكبري؟ دكتوره صيدلانيه. ليه يا رموسه؟ علشان يعني بيبقى في ناس عندها مرض مثلا مش بيبقى معاهم فلوس يجيبوا مثلا العلاج بتاع المرض ده، فانا عشان بشوف ناس كده كتير فانا عايزه اطلع. برافو عليكي، سأقول دي كده. بعد ما خلصت الاسئله اللي انا عايزه اسالها لهم، يعني تشوفوا طموح العيال دي قد ايه وقد ايه هما شطار. صراحه اخواتي طلعوا شطار جدا. برافو عليكم. يلا، وعايزين دلوقتي نسمع منكم اغنيه حلوه كده. طب ماشي، هتعملوا حركاتها. يلا عايزين نسمع منكم. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها كيف عليها كل حياتنا ونحمي ارضها، فهمنا يعني ايه بلادي تحية العالم بلادي حبي وفؤادي ونحبك يا مصر، احنا اللي هنحافظ عليها ونبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر، انا هبقى جندي من جنودها واحمي ارضها، لو عايزه مني عمري كله تحت امرها.
جاي من الشغل وكده، فهو عايز يدخل معانا في الفيديو وكده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت. ازيك يا اوسى؟ ازيك يا رودي؟ حضرتك يا ماس؟ نعم. ازيك يا احمد؟ تحب البلبل يا اسامه؟ مين بيلعب في الاهلي؟ علي وعلي وسلمى وعلي وفي وعلي وعلي محمد شريف وقفشه وحمدي فتحي وحمو بيكا ما بيلعبش. المعلم ادم مصر يا طارق يا عمي يا طارق. طب ما حد سالنا عايز اطلع ايه خالص؟ ما حد سال عمو عايز يطلع ايه؟ ما تسألني عايز اطلع. طب انت عايز تطلع ايه؟ انا عايز اطلع روح. انت يا عم ما تفرفش كده وتفك السيزة اللي احنا شايفين. انا شايفك مبسوط كده والمعلم، وحضرنا طبعا الوجه الحسن الجديد المعلم ادم. قال لي محل دي اخر العنقود. انا هرح كده واقعد كده. احنا جايين نهزر صح؟ جايين ايه؟ نعمل ايه؟ طب ده اقدر الفضل. حاسه الفضل. خد دي معاك يا معلم. خد دي معاك. بتروح الحضانه؟ اه. قاعد تفتح ليش بروح؟ ازاي بروح؟ ازاي اروح؟ طب روح صحيح؟ لا. عشان اقول لبابا. بروح. هتقول لبابا ولا ما تروحش؟ بروح. يا عم احمد. بروح؟ اه. بصحى الصبح بدري؟ اه. تشرب اللبن؟ اه. عشان بابا كلام وقال ما هو بقى له كده ولا ما قالوش؟ قال والبنت يعني انت لما تشربها مش انت كده بتشربه؟ مش بتدخ خالص من التعبير ده؟ انا بهزر على فكره. اسر بقى لا اسر بتكلم جد. اسر بهزر. انت بتهزر يا اوسى صح؟ لا لا يا عم اسر خش يا عم اسر خش قدام سنه يا عم اسر ولا خاف الميه ارجع سنه كده. انت طبعا يا عم طبعا اكيد بتشرب اللبن يا اوسى ده اكيد صح؟ انا عارف بتصحى الصبح بدري بتصحى من النوم تغسل لك المعجون طبعا بتصلي وكل حاجه يا عم اوسى صح ولا مش صح؟ صح. ورد بتعمل كده ورد بتشوفها بتعمل كده ما بتعملش؟ مش بتاع. شوف تفتش عليك صحيح رضي سالك حاسس انك انا بدي اروح؟ لا والله يعني انت بقى تعال جنبك طبعا انت وحشت من ايام الجيزه تعال. عم رماس الحمد لله. انا سامع ان انت مغلبه القبله رودي. مزعلها ليه؟ هو انا مزعلت حد؟ انت عايزه تطلعي يا رودي؟ انا عايزه مدرسه. مدرسه؟ مرة واحدة هتضرب العيال؟ لا لا شكلك هتضرب العيال. لا مش هضرب العيال. امال هتعمل ايه طيب؟ انا هطلعهم مش هضربهم خالص. طب لما رن على بابا بالتليفون مش بتكلميني في التليفون؟ ما بتكلم. لا مش بتكلميني في التليفون. انا بطمن عليك وبطمن على الـ على الـ على الاستاذ ياسر اللي بحب اعرف البول وعلى والمعلم ادم حبيبي. ده ادم حبيبنا كلنا ده نسقف له السقفه العاليه كده يا معلم. انا مقدومه يا مالبي يا محمد. ازيك يا محمد؟ ازيك يا محمد حبيبنا؟ ده محمد اخونا اللي صراحه حابين نعرفه عليه. ده هو يعني هو اللي صورنا على طول فاحنا لازم نعرف. خلاص يا رمان. مين اللي هيلعب؟ مين اللي هيلعب؟ انا نلعب. اه نلعب لف يا لمونة. ازاي؟ ها؟ ازاي؟ طب يلا هنقف في النص هنا. ماشي. هنقف في النص. اه عايز نزل هنا مات الادم عشان ما يزعلش. هنقف في النص. اه هنحط المخدة كده ماشي؟ يلا بس يا عم انت وهو يلا. ايه ده كله؟ يلا القطر هيجري. ماشي. يوصل الساعة كام القطر؟ 8. آسر في الأول يلا آسر. إيه؟ تعالي يا رماس.
تعالى يا احمد. تعالى يلا يا عم ياسر، لف الارض يا عم ياسر عشان مستعجلين عشان الكليات. لف يا عم ياسر يلا. بس كده هتعود. ماشي هنعمل لعبة تاني. ماشي القطر الليمون. لا لا القطر الليموني بس. القطر الليمون امسك يلا في ياسر. انت مع على طول في الحته الاولى ما خليك للاخر. هي هتشوف. خش كده امسك يلا. يلا عليك خلي احمد. ماشي يا عم يلا يا عم احمد. طب ما تجيبش تظهر يا عم احمد. يلا امسك يا عم احمد يلا. يا عم احمد وعلى وصلتوا؟ اه. كويسين؟ اه. تمام؟ اه. حلوين؟ اه. جعانين؟ لا. في شوية مية قبل عشان شوية مية. شوية مية. يا بلعب تاني. دي بدل منه تعود يا بلعب تاني. هنلعب تاني. نحن نلعب. احنا طول العمر بنلعب. انا جيت في الشغل النهارده بقالي 5 اشهر وما جيتش. بس جاي النهارده قلت اجي لكم على البيت. انا هروح اتمس شويه كوبايه ميه. ادي الكوبايه ميه يا ياسر يلا. يلا يا رماد. يلا يا صباح. المية يا بنتي ساعة يا شيخ الواحد ده موجود والله ما عايز. حرام عليك ده مش دقيقة. مين اللي بعت شوط ده؟ أنا كنت الكوباية عشان كده. لا 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 سيبها تشرب الأول يا بنتي. ده موز. موزة. أنت يا ابني. اشربت اشربت الله يجاوب. يلا لمس اشرب لمس اشرب لمس عشان تشرب الصيد صح المعز. اسمع وبعد كده عشان اشربت اشربت. لا اشربت. طيب امال بابا شم فيه ما حد يشوفنا يعني هو خلاص جوه يعني هناك؟ لا الله يسلمك. يا عم اهزر معانا شويه بس انا بس عايزه اوضح لكم حاجه. اساسا احنا شرقوه بس احنا بنعتز بلغتنا. واحنا اساسا لما بنروح البلد عندهم احنا بنتكلم معاهم بنفس الكلام اللي هما بيتكلموه دي. بس عشان احنا دلوقتي قاعدين في المدن فما ينفعش ان احنا نتكلم كده وعشان الناس ما تضحكش علينا. كده الفيديو بتاعنا خلص. انتظرونا في الفيديو القادم وهنعمل ايه.